أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن الحرف الرابع من الحروف التي تعمل عمل ليس وهو إن. وقلنا إن تعمل عمل ليس على مذهب أهل الكوفة وهذا نادر، يعني أن تأتي إن بمعنى النفي بمعنى أن تكون حرف نفي هذا نادر، والذين يعملون إن عمل ليس هم أهل الكوفة. ودرسنا على ذلك قول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عبادا على قراءة سعيد بن جبير، وأيضا قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. تبقى عندنا في هذا الموضوع شاهد واحد، وهو قول الشاعر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا. إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، ومعنى البيت واضح، المرء لا يموت إذا انقضت حياته لكن يموت إذا ظلم فخذل، لم يؤخذ له حقه من ظالميه، فيكون في هذه الحالة إيه؟ ميتا. لأن كثيرا من الناس الذين وروا في التراب ما زالوا أحياء بيننا، وكثير من الناس من هم على من هم فوق التراب هم أموات أيضا لكنهم لا يدرون. موضع الشاهد في هذا البيت إن جاءت حرف نفي تعمل عمل ليس، رفعت اسما المرء ونصبت خبرا ميتا، وهذا نادر على مذهب أهل الكوفة. قولي يا بنتي. وهذا نادر على مذهب أهل الكوفة. أعتقد بهذا الشاهد نكمل الحديث في الحروف المشبه بليس، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن موضوع آخر وهو أفعال المقاربة. وقبل أن نبدأ بها، كما تعودنا إن كان هناك أي سؤال عن الحروف المشبهة بليس أو عما سبق بشكل عام، هل من سؤال أو استفسار؟ إذن نبدأ في الحديث عن ما يسمى بأفعال المقاربة. لها اسمان: أفعال المقاربة أو كاد وأخواتها. يعني يمكن أن تكون في أحد الكتب النحوية تحت مسمى أفعال المقاربة أو كاد وأخواتها. طبعا لو قلنا أفعال المقاربة هي من باب تسمية الكل بالجزء، من باب التغليب، لأننا سنرى بعد قليل أن أفعال المقاربة هي جزء بسيط من هذه الأفعال، لكن العرب اعتادوا أن يطلقوا الكل على الجزء أو بالعكس الجزء على الكل. ففي قول الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، إنما أطلق الكل وأراد الجزء، لأنه ليس من المعقول أن يضع الإنسان الأصبع كاملا في أذنه وإلا يعني انتهى السمع، إنما يضع إيه؟ اللي هو اللي بسميه الأنمل، طرف الأصبع. إذن هو أطلق الأصبع وأراد الطرف، بمعنى أطلق الكل وأراد الجزء. بالعكس هنا أطلق الجزء وأراد الكل، لأن أفعال المقاربة هي قسم بسيط من كادا وأخواتها، لكنه تغليبا ولكثرة الاستعمال أطلق الجزء وأراد الكل. ويمكن أيضا أن تسمى كادا وأخواتها، وذلك قياسا على كان وأخواتها. نحن عندما تحدثنا عن كان وأخواتها قلنا تسمى كان وأخواتها لأن كان هي أم الباب، ومعنى أم الباب يعني أشهر هذه الأفعال، أكثرها دورانا على اللسان، أكثرها استعمالا. بنفس هذا المنطق يمكن أن نقول كاد وأخواتها، باعتبار أن كاد هي أم الباب، هي أكثرها شهرة، هي أكثرها استعمالا، هي أكثرها دورانا على اللسان. ولذلك لو قلنا كاد وأخواتها أو أفعال المقاربة الأمر سيان،
عملها هذه الأفعال، وقبل أن أتحدث في عملها أقول هذه الأفعال لا حصر لها. بمعنى في كان وأخواتي عرفنا أنها 13 فعلا محدد معدود، لكن في أفعال المقاربة سنرى أنه لا يمكن أن نقوم بإحصائها ولا بحصرها، وهذا سنتحدث عنه لاحقا عندما نتحدث عن أفعال الشروع أو الإنشاء. وهي تعمل عملا واحدا، أنها تدخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. إذن تعمل نفس عمل كان وأخواتها، أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هي أفعال ناقصة أيضا، يعني العمل نسخ، تنسخ حكم المبتدأ والخبر، تنسخ حكم الخبر بالتحديد، لأنها تدخل على الجملة الإسمية فيظل المبتدأ مرفوعا على أنه اسم اسمها، أما الخبر فيصبح إيه؟ إذن هي تنسخ حكم إيه؟ الخبر. إذن هي أفعال ناسخة تشبه كان في النسخ، وهي أفعال ناقصة أيضا تشبه كان في النقص، لأنها لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى منصوب لإكمال معناها، لكنها تختلف عن كان وأخواتها في أمور. شوفوا الملاحظة المهمة في هذه المسألة، أنه لو كان الاتفاق كاملا بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها لأصبحتا في باب واحد، فلماذا يفرد النحاة لكاد وأخواتها بابا مستقلا عن كان وأخواتها إلا إذا كان هناك وجوه اختلاف؟ نعم هناك وجوه اتفاق في النقص والنسخ، لكن هناك أيضا وجوه اختلاف. من تعرف لنا وجها من وجوه الاختلاف بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها اللي في الأخير هناك؟ يبقى وجه الخلاف الأول في المعنى. وجه الخلاف الأول وين؟ في المعنى. نحن رأينا أن كان وأخواتها لكل فعل منها معنى خاص به يستعمل فيه، كل فعل له معنى، لكن سنرى لاحقا أن كاد وأخواتها يقسمها النحاة من حيث المعنى إلى مجموعات. سنعرف أفعال المقاربة وسنعرف أفعال الرجاء وأفعال الشروع أو الإنشاء. إذن المعاني التي تستخدم فيها كان وأخواتها تختلف عن المعاني التي تستخدم فيها كاد وأخواتها. هذا وجه من وجوه الاختلاف. وجه آخر، نعم. خبر كان وأخواتها يمكن أن يكون مفردان أو جملة أو شبه جملة، أما خبر كان وأخواتها فيكون جملة فعلية وفعل عمل. هذا الوجه اللي الخلاف الشديد بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها. كان وأخواتها يمكن أن يأتي خبرها اسما مفردا، فقد أصبح الجو حارا، أصبح الجو حارا اسم مفرد، الخبر اسم مفرد، ويمكن أن يأتي خبرها شبه جملة، فكان الكتاب فوق الطاولة أو كانت الطالبات في القاعة، ويمكن أن يأتي خبرها جملة، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، كان زيد يقرأ الكتاب وكان زيد أبوه نشيط. إنما كاد وأخواتها قال النحاة لابد يعني يجب أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. معنى ذلك لا يأتي خبر كاد وأخواتها اسما مفردا ولا شبه جملة ولا جملة فعلية فعلها أمر ولا جملة فعلية فعلها ماض، بل لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. وهذا وجه خلاف شديد بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها، ولذلك أفرد النحاة
لها بابا مستقلا. وأول ما سندرس في كاد وأخواتها أو أفعال المقاربة هو أقسامها من حيث المعنى. قسمها النحاة من حيث المعنى إلى ثلاثة أقسام: أفعال المقاربة، وأفعال الرجاء، وأفعال الشروع أو الإنشاء. وسنبدأ بأولها وهو أفعال المقاربة. طبعا هو أول قسم وأشهره، وهي ثلاثة أفعال: كاد وكرب وأوشك. كاد، كرب، أوشك، تدل على قرب وقوع الخبر. أفعال المقاربة أقول مرة ثانية هي ما تدل على قرب وقوع الخبر، ولذلك سماها النحاء أفعال إيه؟ لأن المقاربة جاء من القرب، المقاربة جاءت من القرب. كاد، كرب، أوشك، أوشكت السماء أن تمطر، يعني اقتربت من المطر، هي لم تمطر لكنها اقتربت، اقتربت، اقترب تحقق الخبر. قال تعالى في شاهد على ذلك: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. عن ماذا يتحدث الله عز وجل؟ عن الشجرة الزيتون التي وصفها فقال: لا شرقية ولا غربية. يكاد، لأنها شجرة مقدسة، شجرة مباركة، فزيت الزيتونة هذه يكاد أن يضيء، لكنه ما أضاءش، لأنه لو أضاء لاحترق. أنتم لاحظين أنه لجئنا بكمية من زيت الزيتون الصافي النقي اللي مش مغشوش وضعناه في زجاجة، فله لمعان كأنه يضيء، لأنه كما قلت لو أضاء لاحترق. يكاد زيتها إيه؟ إذن هو أضاء، اقترب من الإضاءة. إذن يكاد، موضع الشاهد في هذه الآية يكاد، جاءت فعلا من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر. رفعت اسما زيتها ونصبت خبرا جملة يضيء. ولاحظوا على الجملة يضيء، جملة فعلية فعلها مضارع. وأيضا في ملاحظة أخرى، رفعت ضميرا يعود على الاسم. أين الفاعل في يضيء؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الزيت. هاتان ملاحظتان مهمتان: الأول أن الخبر جاء جملة فعلية فعلها مضارع، والثاني أن هذا الفعل المضارع قد رفع ضميرا يعود على الاسم. إذن موضع الشاهد مرة ثانية في هذه الآية يكاد، حيث جاء فعلا من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر. رفعت اسما زيتها ونصبت خبرا جملة يضيء. نعم، مين يعيد للشاهد؟ تعيد للشاهد. نعم، هناك خبرا اللي هي جملة يضيء. خلاص إلى هنا. أنا المهمان، يعني الشيئان الآخران فقط قلتهما للتوضيح، أن الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، وأن هذا الفعل المضارع قد رفع ضميرا يعود على مين؟ على. وهذا سنلاحظه في كل الشواهد، كل الشواهد فيها الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، وهذا الفعل المضارع يرفع ضميرا يعود على مين؟ على الاسم، يعود على من؟ شاهد آخر، قال الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب من جواه، يعني جواه، لا ليس من جواه، من جواه كان من داخله، من جواه يعني من كثرة عشقه ولهي. الجوى هو درجة من درجات الحب. طبعا أنا كرب القلب من جواه، مش من جواه، أو من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند إيه؟ غضوب، يعني لما قالوا له، قالوا له هند غضوب، اقترب
أن يذوب قلبه. هو ذاب؟ لو ذاب قلبه لمات ولما قال بيت الشعر. لا ريت عاد هذا احنا يعني امر اخر. موضع الشاهد كربة، جاء فعلا من افعال المقاربة. ولاحظوا حتى القرب في قربة وكربة، قربة وكربة، يعني حتى الكاف والقاف مخرجهما قريب. فكربة موضع الشاهد، جاء فعلا من افعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر. رفع اسما القلب ونصب خبرا جملة يذوب. قولي يا بنتي. موضع الشاهد كربة حيث جاء فعلا من افعال المقاربة التي تدل على قرب جملة ايه؟ ولاحظ جملة يذوب جملة فعلية فعلها مضارع. ايضا رفع ضميرا يعود على اسم كربة اللي هو القلب. نعرب البيت، نعرب بيت الشعر. قبل ما نعرب البيت، في اي سؤال عن الشاهد؟ اذا نبدا من هنا. كربة القلب، يبقى كربة فعل ماض ناقص مبني على الفتح. كربة فعل ماض ناقص مبني على الفتح. القلب اسم كربة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الجر. يبقى من كما قالت أختكن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جواه اسم مجرور من وعلامة جره بكسرة. طبعا هو جواه يتكون من كلمتين، جوا والهاء. فجوى اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، لأن هذا اسم مقصور. هذا إيه؟ اسم مقصور. فالذي منع من ظهور الكسرة هنا هو إيه؟ التعذر. اللي عليها الدور هناك والهاء في جواه. مضاف إليه. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. يذوب صحيح، يبقى يذوب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة. اللي جنبك أين الفاعل؟ يعود إلى القلب. خلينا بس قبل الجملة، يبقى الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على القلب. هذا اللي بنبه عليه، لأنه في شروط العمل سنحتاج إلى هذا. اللي جنبك جملة يذوب. كربة جملة يذوب في محل نصب خبر كربة. اللي عليها الدور حين. ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال. قال فعل ماض مبني على الفتح. اللي جنبك الوشاة. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. اللي جنبك هند. ولاحظوا هند. أيوة علم ثلاثي ساكن الوسط. يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. والشاعر في هذا البيت لجأ إلى صرفه، والدليل على ذلك أنه جاء منوناً. لأن الفرق بين الممنوع من الصرف والمصروف هو في التنوين. إنه حال لما قالوا ممنوع من الصرف يعني ممنوع من لأن الصرف معناه التنوين. الصرف معناه إيه؟ ممنوع من الصرف يعني ممنوع. إذن هذا اسم المصروف. هند مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. غضوب خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. عندنا جملتان، جملة هند غضوب وجملة قال الوشاة هند غضوب. من تعرف إعراب أولى الجملتين؟ قولي. قال الوشاة هند غضوب في محل نصب جملة مقولة. يبقى الجملة الأولى جملة الإسمية، جملة هند غضوب في محل نصب مقول القول. عيد تاني. الجملة الإسمية هند غضوب في محل نصب مقول القول، لأن جاء بعد قال. ظلت عندنا جملة واحدة
اللي هي قال الوشاة. نعم يا بنتي. في محل جر مضاف إليه. صحيح. لا. للظرف جملة قال الوشاة هند غضوب في محل جر مضاف إليه للظرف اللي هو حين. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذا البيت؟ في الشاهد؟ في الإعراب؟ هل من سؤال؟ إذن احنا عندنا كربة وكاد وأوشك اللي هي أفعال التي تدل على قرب وقوع الخبر. قلت أوشكت السماء أن تمطر، وقال تعالى يكاد زيتها يضيء، وقال الشاعر كرب القلب من جواه يذوب. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ إذن ننتقل إلى القسم الثاني من أفعال المقاربة من حيث المعنى، وهو أفعال الرجاء. وأفعال الرجاء هي ما تدل على رجاء تحقق الخبر. طبعا واضح أنه إحنا المصطلحات النحوية نأتي منها من نفس النحو. قلنا مقاربة تدل على القرب، رجاء تدل على الرجاء. إذن هي تدل على رجاء تحقق الخبر، وهي ثلاثة أفعال: عسى وحرى وخلولق. بعد شوية واحدة حتنسى وتقول لي إيش معنى خلولق؟ والله إيش معنى حرى؟ لأنه إحنا لا نكثر استخدامها. يعني المستخدم من هذه الأفعال الثلاثة عسى، إنما حرى وخلولق لا نستخدمها كثيرا، لكن هي تأخذ نفس المعنى لعسى، رجاء تحقق الخبر، كما جاء في قول الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح. فعسى الله أن يأتي إيه؟ بالفتح. موضع الشاهد في هذه الآية عسى، جاء فعلا من أفعال الرجاء التي تدل على رجاء تحقق الخبر. رفعت اسما لفظ الجلالة الله، ونصبت خبرا جملة أن يأتي بالفتح. قولي يا بنتي. وجملة أن يأتي بالفتح. حرى النصر أن يأتي. حرى النصر إيه؟ رجاء يعني أن يأتي النصر. خلولقت السماء أن تمطر، كما قال سيبويه في كتابه: خلولقت السماء أن تمطر، يعني نرجو من الله عز وجل أن تمطر، رجاء أن يتحقق الخبر. هذا هو القسم الثاني من أقسام أفعال المقاربة من حيث المعنى، وهو أفعال الرجاء التي تدل على رجاء تحقق الخبر. كم فعلا؟ اللي هي عسى وحرى وخلو. القسم الثالث أفعال الشروع أو الإنشاء. وأفعال الشروع أو الإنشاء، لاحظ معي بالمقارنة، عندما تحدثنا عن أفعال المقاربة قلنا لم يتحقق الخبر، يقترب من التحقق. أفعال الرجاء أيضا لم يتحقق، نرجو أن يتحقق. لكن في أفعال الشروع الفعل بدأ في التحقق، تدل على الشروع، عشان سميناها أفعال الشروع، تدل على الشروع في إتيان الخبر. ما معنى الشروع؟ يعني البدء في إنجاز الخبر، البدء في إنجازه. وما معنى البدء في إنجازه؟ يعني التلبس بأول جزء من أجزائه. مثال: لو قلت أنا بدأ الطفل يبكي، أو شرع الطفل يبكي، يعني بدأ، يعني صوت الطفل أو صوت بكاء الطفل بدأ بالظهور، قد لا يكون وصل إلى قمة الصوت الانفجار، اللحظة الحاسمة في الصراخ، لكنه بدأ. أنشأ الطالب يكتب، معنى ذلك أنه فتح الكراس وكتب بسم الله، بدأ يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ فعلا، بدأ يخط بالقلم، بدأ يكتب. أنشأ المدرس يلقي المحاضرة، معنى ذلك أنه فعلا يعني وقف أمام الطلاب وقال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ يشرح. إذن هي البدء أو الشروع في إتيان الخبر، يعني البدء بإنجاز الخبر، يعني التلبس بأول جزء من أجزاء الفعل اللي هو الخبر، وهي كثيرة ومتنوعة ولا حصر لها. لهذا أنا قلت في البداية عندنا كان وأخواتها 13 فعلا، لكن أفعال الشروع لا حصر لها. لماذا؟
لأن كل فعل تام يتضمن معنى الشروع أو الإنشاء يصبح فعلا من أفعال الشروع أو الإنشاء، أي يصبح فعلا ناقصا. كل فعل تام يتضمن معنى الشروع أو الإنشاء يصبح فعلا من أفعال الشروع والإنشاء، أي يصبح فعلا ناقصا. ولو مثلت الأمثلة كثيرة، لو قلت بدأ، بدأ في الأصل فعل تام، فقد بدأت عملي، بدأت فعل وفاعل وعملي مفعول به، بدأت ألقي المحاضرة صار فعل ناقص لأنه تضمن معنى الشروع. بدأت ألقي المحاضرة يعني شرعت، أي تلبست بأول جزء من أجزائها. أقام، أقام فعل تام، أقام المهندس بناية جميلة. أقام أو قام الطالب يشرح الدرس، قام الطالب يشرح الدرس، هذه فعل ناقص. أنشأ نفس الكلام، أخذ نفس الكلام، أخذت القلم مثلا، أخذت القلم، لكن أخذ المتسابق يجري في المضمار صار فعلا ناقصا. إذن أعود فأقول مرة ثانية، كل فعل تام يتضمن معنى الشروع يصبح فعلا من أفعال الشروع أو الإنشاء، أي يصبح فعلا ناقصا بعد أن كان تاما. هذا كما قلت بعكس كان وأخواتها. رأينا في كان وأخواتها أنها أفعال ناقصة، لكنها إن تضمنت معنى فعل تام تصبح فعلا تاما، ودرسنا على ذلك شواهد كثيرة إذا كنتم تذكرون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، كان في الأصل ناقص لكن لما تضمن معنى وجد أو وجد صار فعل تام. هنا بالعكس، هو في الأصل فعل تام، إن تضمن معنى الشروع صار فعلا ناقصا. وكما قلت أفعال كثيرة وغير محصورة، مثل مثلا لو قلنا أخذ وجعل وشرع وأنشأ واستهل وهلهل وقرب وقام وأخذ وطفق، هذه كلها أفعال إيه؟ أفعال الشروع، أو هي جزء، نقول كلها، نقول كل أفعال الشروع هي جزء من أفعال الشروع أو الإنشاء، ولا نستطيع ولا يستطيع واحد أن يعني يحصيها أو أن يحصرها أو أن يكمل عددها. شاهد على ذلك قول الله عز وجل: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طبعا هذه القصة قصة من؟ آدم وحواء عليهما السلام، لما كان في الجنة، لما كان وين؟ في الجنة. وأمرهم الله عز وجل أن لا يأكلا من شجرة من شجر الجنة، من ثمارها، فوسوس لهما الشيطان. بعض الروايات الإسرائيليات بتقول إنه حواء هي التي وسوست لآدم، وبعضها بيقول لا، هي الشيطان وسوس لحواء، وحواء يعني هي التي أغرت آدم عليه السلام بأن يأكل من الشجرة. وأنا أقول القرآن واضح في هذه المسألة، فوسوس لهما يعني اثنين، لأنه لا يفرق بينهما. وصحيح يعني الأنثى لها دلال على الرجل أو كذا، لكن هذه إسرائيليات، يعني إلصاق التهمة بحواء يبعد التهمة عن الشيطان، عن الشيطان. والشيطان ما كانش له عمل في الجنة إلا آدم وحواء عليهما السلام، فبيوسوس لحواء فقط ويخلي آدم، مش معقول، غير معقول. ولذلك القرآن كان واضحا، فوسوس لهما الشيطان، وهذه أيضا رفع للحرج عن حواء وعن ذريتها إلى يوم القيامة، في أن الشيطان وسوس لهما. طبعا الناس يجي واحد يقول طب هو لو ما أكلش آدم وحواء من الشجرة ما كان إحنا الآن في الجنة؟ كلام غير معقول وغير منطقي، لأن الله عز وجل يعرف أن فطرة الإنسان الذي خلقه حب الاستطلاع، وأنه يعني نقطة الضعف فيه دخل إله الشيطان منها، اللي هي الخلد. ما هو قال له هذه شجرة إيه؟ وملك لا يبلى. فالإنسان دائما فطرة فيه حب الاستطلاع، عارف ربنا إنه لما قال له ما تأكلش من هذه الشجرة حيأكل منها،
فتظهر له سوءته ثم ينزل إلى الأرض فيعمر الأرض، لأنه هذا أولا وأخيرا مدار خلق الإنسان لتعمير خليفة الله عز وجل في الأرض. فواحد يجي يقول لا هو لو ما أكلش لظل في الجنة، لظلينا احنا في الجنة يعني ذرية، طب هذا غير معقول غير منطق، لأنه هيك هيك مسار الحكاية. يعني احنا بدناش يعني لا نريد ان نوغل في هذا الخيال انه والله كان احنا الان في الجنه وكان خلاص يعني الامور تمام، لا هو هكذا مدار الحكايه. بيخلق ادم وحواء بيقول لهم ما تاكلوش، والاحد صاع احنا حتى الان في نسلهما حب الاستطلاع موجود. يعني لو جئت بواحد وقلت له هذا قصر فيه 200 غرفه، كل الغرف مسموح انك تدخلها الا هذه الغرفه، حيخلي كل الغرف ويدخل هذه الغرفة. هذا حب الاستطلاع، هذه فطرة في الإنسان، هيك ربنا خلق وخلقوا فيه حب الاستطلاع. والشيطان على فكرة يدخل للإنسان من باب ضعفه، من نقطة الضعف، بيعرف إنه هو بيحب كذا فبيضل يوسوس له. إيش معنى الوسوسة؟ يعني الإلحاح، يعني إنه عمل كذا وعمل كذا اليوم وبكرة وبعده وبعدين، ما عندوش يأس، ما فيش يأس، بيضل يوسوس يلح يعني، وهو وسوس للإنسان الصابر. لكن اللي من أول مرة يعني فشل في صده خلاص ما انتهى. يعني لو 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 وسوس له عمل سيء وصار الإنسان بيعمل هذا العمل السيء، إيش بيسوي الشيطان؟ بيقعد هناك هيك في الزاوية بيقعد يضحك عليه وطلع له لسانه، أنا ضحكت عليه فيش فيها كلام. لكن الإنسان يعني واحد بيصلي بيروح بيوسوس له في الصلاة، يقول له عدد ركعات 3 وأنت صليت 4 في المغرب مثلا، يعني أو عدد ركعات 3 وصليت 2، ظل يوسوس لما الإنسان يقول أنا صليت 2 ركعتين ولا 3، الله ما عارف والله. هذه وسوسة الشيطان طبعا. واحد يقول في الصلاة، نعم في الصلاة، ويعني هو أكثر الناس، أكثر من يوسوس لهم الشيطان الناس الملتزمين. الملتزمين، ما هو اللي مش ملتزم خلاص انتهى بالنسبة له، يعني هذا أمر يعني ما منتهي. لكن هو بيوسوس لمين؟ الملتزم اللي عنده أخلاق، اللي عنده أخلاق، المحترم اللي بيسرقش مثلا، بيقول له بيوسوس له حب المال. طب الاولاد وبدهم يتجوزوا بكره، بدهم يتعلموا، بدنا نبني لهم بيت. طب يلا يا سيدي، هي يعني لو سرقت 1000 دينار مش حيبين من الميزانيه اللي هي 100,000 دينار مثلا، مش حيبين، فبروح سارق مسكين، بيسرق 1000 الأولى بضل يسرق لما وصل 100,000. فلما وسوس لهما الشيطان راحوا اكلوا من الشجره فبدت لهما، وهذا أيضا أحد الفطر التي خلق الإنسان عليها اللي هي الحياء. الحياء لما بدت لهما سوآتهما إسوا طفقا يخصفان عليه. لاحظوا معي، أنتم تصوروا هكذا أنه آدم وحواء عليهما السلام في الجنة وحدهما، ما فيش حد، فمما يخجلان. يعني هو هيك بالمنطق نقول القاصر، طب ليش يغطوا حالهم؟ يعني ما هم 2 لوحدهم في الجنة خلاص؟ لا، الحياء فطرة فطرها الله عز وجل للإنسان. أما أولئك الذين يشذون عن فطرة الله عز وجل فلا شأن لنا بهم. أما الإنسان السوي العاقل الحياء فطرة فيه على طول. هم ما إن بدت لهما سوآتهما حتى إيه؟ طفقا يخصفان. ولاحظوا معي، لاحظوا معي البلاغة أو نقول الإعجاز الصوتي في يخصفان، ما قالش يقطفان، قال يخصفان، لأنه الخصف للورق، أما القطف للثمرة. وإنتوا لو جربتوا تقطعوا ورقة حتلاقوا فيها الصاد، حرف الصاد، ولو جربتوا تقطعوا ثمرة حتلاقوا فيها حرف الطاء، قطف. يعني إنتوا يعني أصيغوا السمعة حتلاقوا فعلا الورقة يعني يناسبها خصفة، والثمرة يناسبها قطفة. هذا إعجاز، ما قالش وطفقا يعني يجمعان من ورق الجنة، قال يخصفان، لأن الخصف كما ترون له صوت اللي هو في حرف الصاد، والقطف له صوت في حرف الطاء. واضح؟ طبعا هذا يعني اللي بيتأمل في القرآن الكريم وفي حروفه وفي معانيه بيجد فيه من الإعجاز. وكل يوم على فكرة، ما هو في بعض الناس بيقول إيه، ما هو في علماء كثر قد سبقونا إلى الكلام في الإعجاز،
كلما نظرنا في القرآن الكريم إلى يوم القيامة سنكتشف فيه حاجات معجزة كلما نظرنا. ولذلك ما تقولوش إن والله العلماء سبقونا ولم يتركوا لنا شيئا، لا، كلما نظرنا فيه وجدنا فيه إعجازا، كل يوم كل حرف في كل دقيقة. فلا تبخلوا بالنظر في القرآن الكريم وتدبر حروفه ومعانيه وألفاظه وأفعاله وأسماءه. حتى في التقديم يعني لاحظوا معي، وطفق يخصفان عليهما من ورق، ما قالش من ورق الجنة عليهما، لأنه ما كانش بيهتم بورق يعني بورق الجنة أكثر من الاهتمام بأنه هذه الورقة تسترهما عليهما. تقديم، هذا تقديم جميل. موضع الشاهد في هذه الآية طفقا، طفقا جاءت فعلا من أفعال الشروع أو الإنشاء التي تدل على الشروع في إتيان الخبر، أي البدء بإنجازه والتلبس بأول جزء من أجزائه. رفعت اسما ألف الاثنين ونصبت خبرا جملة يخصفان. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. الشاهد هو طفقا جاءت من أفعال الشروع والإنشاء التي تدل على الشروع في إتيان الخبر أي بدء في إنجازه والتلبس بأول جزء من أجزائه. رفعت اسما ألف الاثنين ونصبت خبرا جملة يخصفان. جملة يخصفان، جملة إيه؟ يخصفان. واضح هذا الشاهد؟ هل هذا واضح؟ شاهد آخر، الشاعر يقول إيه؟ يقول أراك علقت تظلم من أجرنا وظلم الجاري إذلال المجير. تحذير شديد اللهجة. أراك علقت تظلم من أجرنا وظلم الجاري إذلال المجير. على فكرة هذا مسألة الجوار كانت مسألة موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام، لأنها كانت فيها نوع من أنواع الشهامة والمروءة والكرم. والجوار الحقيقة بينقسم إلى قسمين، جوار ملاصق اللي هو الجوار البيوت، والجوار معنى الحماية. واللي كان موجود في الجاهلية الحماية، المعنى الأوسع للجوار اللي هو الحماية، بمعنى أن يأتي شخص فيقول أنا في جوار فلان حتى لو كان بيته بعيد عن بيته مئات الأمتار، أنا في جواري يعني أنا إيه، فيحميه مما يحمي نفسه وعياله. خلاص يصبح كأنه جزء من بيته فيحميه. وهذا الإسلام أقره أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال أنا في جوار. وعلى فكرة في فتح مكة مش أبو بكر قال من دخل بيت ذكرات فهو آمن، هذا جوار، هذا نوع من أنواع الجوار. أيضا الجوار الآخر اللي هو أيضا الإسلام يعني أصر عليه الجوار في البيت اللي هو الجار، الجار. وظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت. والجار كم منزلة؟ جار مسلم قريب، وجار مسلم بعيد، وجار قريب مش مسلم. يعني لا شوف، حتى أهل الذمة إذا كان جارك أيضا له حقوق، لأنه في حق للجار، في حق للإسلام، وفي حق للقرابة. أكثرهم حقوقا الجار المسلم القريب، يعني اللي يكون من دمك ولحمك. في جار آخر مسلم لكنه مش من عيلتك، أيضا له حق الإسلام وله حق الجوار. واحد تاني مش مسلم لكنه إيه؟ جار، هذا له حق الجوار، وحق الجوار عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاره اليهودي امتنع عن وضع القمامة أمام منزله، إيه سوى؟ ذهب يزوره وأسلم، لأنه هذا الإسلام هيك علمنا. طبعا كل ما يدور الآن حول الأقباط والنصارى والمسيحية هذا أشياء مفتعلة، لأنه الإسلام يعني وصانا بأهل الذمة، أوصانا بهم خيرا ما دام هم في دينهم ونحن في ديننا، خلاص لهم دينهم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. على كل الأحوال الشاعر هذا له جار وبيخاطب واحد بيقول له أراك علقت، يعني بدأت تظلم من أجرنا، يعني أنا شايف أنك أنت إيه بديت تظلم، يعني الظلم ليس كاملا يعني لكن بدأت. وظلم الجاري بحذر بيقول، وظلم الجاري إذلال المجير، يعني إذا ظلمت جاري فأنت تذل. طبعا وهذه قمة في الوفاء في المروءة في الشهامة. ولو إحنا بنطبق
قسط الجوار بقسميه لعشنا سعداء كعالم مسلم يعني كدول إسلامية. موضع الشاهد علقته حيث جاءت فعلا من أفعال الشروع أو الإنشاء التي تدل على الشروع في إتيان الخبر، أي البدء بإنجازه والتلبس بأول جزء من أجزائه، رفعت اسما تاء الفاعل ونصبت خبرا جملة تظلم من أجرنا. عيد الشاهد الثاني. موضع الشاهد علقته جاءت فعلا من أفعال الشروع أو الإنشاء التي تدل على الشروع في إتيان الخبر، أي البدء بإنجازه أو التلبس بأول جزء من أجزائه، رفعت اسما تاء الفاعل ونصبت خبرا جملة تظلم من أجرنا. قول يا بنتي. موضع الشاهد علقته جاءت فعلا من أفعال الشروع أو الإنشاء التي تدل على الشروع في إتيان الخبر، أي البدء في إنجازه والتلبس بأول جزء من أجزائه، رفعت اسما تاء الفاعل ونصبت خبرا جملة تظلم من أجرنا. ونصبت خبرا جملة إيه؟ تظلم من أجرنا. نعرف البيت وين وصل الدور في الإعراب. ابدأي. أراك. صحيح، يبقى أرى فعل مضارع، أرى الآن يعني، لأنه الماضي منه إيه؟ رأى. الفعل الماضي منه رأى، إذن أرى فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة بدون منع، لأنه هذه الأسماء. اللي جنبك أين الفاعل؟ أنا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. اللي جنبك الكاف. صحيح، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. علقته. صحيح، علقته فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم علقة. تظلم. خلاص، يبقى تظلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. من؟ صحيح، من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أجرنا. فاعلين، تقصدين ناء الفاعلين وليست ناء الفاعل. ما فيش حاجة، لا شيء في العربي اسمه ناء الفاعل، في عنا ناء الفاعلين، وناء الفاعلين ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أجرنا. عيد تاني. أجرنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وناء الفاعلين ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. اللي عليها الدور جملة أجرنا. صلة الموصول إلى محل لها من الإعراب. اللي عليها الدور جملة تظلم من أجرنا، خبر علقة. إذن جملة تظلم من أجرنا في محل نصب خبر علقة، وجملة أجرنا فقط صلة الموصول إلى محل لها من الإعراب. اللي بالدور من هنا، من هنا. وظلم أو استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ظلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. اللي جنبك الجاري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. اللي جنبك إذلال خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. المجيري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ هل من سؤال عن هذا البيت في الشاهد في الإعراب؟ أخذت أسأل عن الدرس. أخذت يعني شرعت، يعني بدأت، يعني أنشأت. جعلت أقوم، نفس الكلام، بدأت شرعت. إذن هذا هو القسم الثالث من أقسام أفعال المقاربة من حيث المعنى، وهو أفعال الشروع أو الإنشاء. هل من سؤال عما سبق؟ يا بنيات، في أي سؤال، استفسار، تعليق؟ إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.